ايه مالك واقف فرحان كده ليه؟ مش ناوي تشتغل؟ انت مالك؟ مالي ولا مال البقلاوه اللي واكله مخ؟ والله لو قلت لك لا حبه كذاب. البقلاوه دي محدش واكلها غير في المشمش. انت شوف لك اي حاجه تانية، بسبوسه، كنافه، كله الا البقلاوه. تبقى تبين. يا ساتر يا رب، الحمد لله. ايه ده؟ المكنه دي بتاعت مين؟ بتاعت لسطة فريد. عاوز يحرق المصنع؟ دي ارواح ناس يا اخي. ما هو اصل يعني مفيش اصل. اهمال خطير كان ممكن يسبب انفجار المصنع. انفجار وبس، وارواح العمال. انا اسف يا سعاده البيت، دي اول واخر مره ان شاء الله. ده القسطة محمود هو اللي انقذ الموقف. اشكره بالنيابه عني. اخصم 2 جنيه من القسطة فريد واديهم للقسطة محمود. حاضر. اتفضل. مبسوط يا سيدي؟ جدا. اهو اتخصم عليا 2 جنيه وهتلهفهم حضرتك. كده؟ لا يا شيخ، ان شاء الله اردهم لك بالافراح، ولا اقول لك هعتبرهم هديه منك. يا سلام يا فريد، تعرف النهارده انا اسعد انسان في التاريخ. كان وشها نادي عليا. محمود، ارجوك تسيب الموضوع ده وتتكلم في موضوع تاني. وايه لازمته الكلام ده بقى يا فريد؟ قول لي. هسيب الموضوع ده واتكلم في موضوع تاني. هتروح فين النهارده؟ انا عيان، تعبان، مروح يا اخي. عيان، تعبان، مروح؟ ده انا لازم اروح معاك. ايه ده؟ مش مروح. رايح السينما. يا سلام، تعرف انك انت ابن حلال، انا كان في نيتي برضه اروح السينما. يا سكفتك يا اخي، طب مش رايح السينما. تقدر تقول لي انت متضايق مني ليه؟ اوه طب انا وقف ولا حاجه، خلاص رايح القهوه. احسن. ابو عبده. ايه؟ فيك من 10 طاوله؟ طاوله؟ ها؟ واجب. بس مفيش خناق. ازاي؟ ده ما هنروح نلعب. ها؟ برد بعد الشر عليك، لكن يا ابني ما تهملش في روحك كده، حاسب منه ده جبار ما تقواش عليه. هو مين؟ البرد. لا بس انت ما تاخديش في بالك. يوم ما اخدش في بالي ازاي؟ اهو خدت اهو. ايه اللي انت جايبه ده؟ دول والله شوية ورد لقيتهم في المشتل، قلت اجيبهم اهدي بيهم الحبايب. عقبال يا ابني ما ردهم لك يوم فرحك. بتقولي يوم ايه؟ يوم فرحك، عقبال ما ربنا يرزقك ببنت الحلال. تعرفي يا خالتي، تسمحي لي اقول لك يا خالتي؟ قول يا ابني، قول ما تتكسفش، قول يا اخويا اتبحبح قول. تعرفي بنت الحلال اللي هتفرحني؟ ايه؟